بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم احنا بدينا نحكي على بعض الإيثيكال برينسيبلز، وحكينا على مبدأ العدالة المحاضرة السابقة. اليوم بدنا نحكي على مبدأ الاحترام أو respect. طبعا احنا لما بنحكي for respect معناها respect for the value and uniqueness of persons. كل واحد، كل بني آدم له قيمة، كل إنسان هو فريد من نوعه. فش من ناصر أبو النور نسختين، وفش مني ومنك نسختين. كل واحد يعني يمكن الموجود نسختين الايدنتيكال توينز، بس بضل كل واحد له يعني الشخصية تبعته، له الاحترام تبعه، له القيمة تبعته. ما فيش فينا حد بحب انه يتعامل الناس معاه باستهتار او على انه رقم او على انه حالي او ما يحسنون. كل واحد فينا بحب الناس تحترمه. وبالتالي لما اقول respect for a person it implies that one اللي هو احنا او الناس التانيين considers others to be worthy of high regard. يعني انه احنا بحب كل واحد فينا انه الناس تعتبره انه انسان له قيمة. worthy يعني ذو قيمة، والقيمة هذه يعني قيمة كويسة مش قيمة سيئة. ما هو في القيمة ممكن تكون عالية وتكون القيمة واطية، لا، فاحنا لا نكون ذو قيمة قيمة. يعني زي ما نقول respect for others is the moving force behind caring professions. caring professions الطب، التمريض، الحاجات اللي فيها احترام لذات الإنسان اللي بنسميها العلوم الإنسانية أو السيرفيسز او البروفيشنز الانسانيه. يعني اهم حاجه فيها تولج للانسان انك كيرينج فور هيم، يعني داير بالك عليه، انك انت تحترمه. وبالتالي احنا ايش بنحصل فينا؟ مرات تلاقي يقول لك مريض الكانسر اللي في غرفه كذا، مريض اللي في بيت 15. لو انت بتحب الناس يعني يتعاملوا معك على اساس انك انت رقم او بني ادم نايم في سرير، ما انت ممكن تقول ناصر ابو النور انه نايم في غرفة 15. هذا بيدي انه الانسان مش رقم، الانسان انسان بني ادم له كيانه له احترامه. معظم الكودز اوف نيرسينج ايثكس، بما فيه الكود اوف ايثكس تبعنا الفلسطينيه، explicitly state that respect for person is cornerstone of professional ethics. يعني لو جينا على الامريكان كود اوف نيرسينج، على الفلسطينيان كود اوف نيرسينج، على الجوردينيان كود اوف نيرسينج، على البريتش، على الفرنش، على السعودي، على المصري، كلهم حتلاقي انه هاي النقطه نقطه فاندمنتال، نقطه ضروريه ومهمه، انه موجود فيها بالنص الصريح انه لازم نحترم قيمه الانسان ونعامله كانسان، مش نعامله كخشبه. انه احيانا بالذات الانكونشس بيشن تروحوا تعملوا له مثلا واحد عنده سي في اي، والله هذا بتروحوا بتحطوا له فولي كاتتر، والله انجيتيوب، ولا حتى انه تقول له يا حج بدنا نحط لك كاستر، هو مش حيرد عليك بس هو سامعك. واخذت الكلام هذا كله في الفاندمنتال اوف نيرسينج. حج والله يا حج بدنا نحطك على جنبك اليمين، فانت بتحترم. يعني اذا هو مش سامعك اهله مريض سامعينك، بس هو سامعك في كل الأحوال، سامعك. تذكروا أنه الميت يسمع قرع نعاله، بعد الواحد ما يندفن الميت بسمع خطواتنا وإحنا مروحين بعد ما ندفن. فما بالك هذا الإنسان اللي لسه حي، بس هو أنه unconscious. من الحاجات اللي بدنا ننتبه إلها في الريسبكت اللي هو الريسبكت for autonomy. respect for autonomy denote معناها يعود إلى أو the ethical obligation to honor the autonomy of other persons. إذا معنات الـ respect of autonomy إنه إحنا نحترم، أو الـ ethical obligation الإجبار الأخلاقي، أو إنه نحترم ونقدر الحرية تبعت الإنسان، إنه شخص قادر يعمل قرارات لنفسه. وهذه إحنا مشكلة بنقع فيها في healthcare systems، يمكن بالذات الأطباء أكثر من التمريض، إنه يعتبر هو بس حاله اللي بيعرفه، هو اللي بيعمل decision making للمريض، والمريض هاي اللي عندي، عاجبك عاجبك، مش عاجبك الله يسهل عليك. autonomy denotes having the freedom to make choices about issues that affect one's life. إذن autonomy اللي هو
أو الحكم الذاتي الناس بتسميه، إنه المقدرة على الحكم بصورة شخصية، يعني إنه أنا المقدر على أن أعمل قرارات وأتخذ قرارات. تالي إنه أنا قادر أتخذ القرارات هذه، أو عندي الحرية أن أتخذ القرارات للعلاقة بحياتي، ما فيش كذب في الموضوع، ما فيش restraint، ما فيش حواجز. أو restraint إحنا يمكن لما بنحكي بالتمريض restraint اللي هو ما إحنا أحيانا بنضطر إنه نربط المريض إذا كان aggressive أو إيش زي هيك. وهذه في بلاد برا يمكن بدها، في كل مستشفى برا في حاجة اسمها ethical committee للحاجات اللي صعب إنه نتخذ فيها قرار، مش عارفين إيش الصح إيش الغلط، ففي لجنة بتساعد إنه بدها قرار من اللجنة عشان نربط إيدين المريض. احنا هنا طبعا نربط على مزاجنا يعني. or coercion، coercion معناها اجبار، فيش حاجة يعني. بعض الاسرى اللي بتشوفوهم بيضربوا عن الطعام، وصلوا 100 يوم ومش عارف ايش واشي اكتر، ما حد من واخدوهم على المستشفى، ما بدهم حد يحط لهم محلول، ما بدهم حد يحط لهم انجي تيوب طعميم ولا اي شيء، ما فيش شيء حاجة بالغصب. تذكروا انه ال patient has the right to refuse medication او to refuse treatment، فهنا برضو ما فيش فيها إجبار العملية. Respect for autonomy is closely linked to the notion of respect for person. إذن إنه يحترم قدرة الشخص هذا على أنه يعمل قرار وعلى حريته الشخصية، فهو جزء من احترامنا لهذا الشخص. أنا بحترمك، بحترم قراراتك، ممكن أختلف معك، ممكن أنت من وجهة نظري أنه هذا القرار يكون غلط، وأنه لو اتخذ القرار الثاني أفضل من القرار هذا. كل واحد يا جماعة له حيثياته، كل واحد له ظروفه، كل واحد له تفكيره، بالتالي بدنا نحترم تفكيره وخصوصية وقرار هذا الشخص بغض النظر إنه يتعارض مع وجهة نظري أنا. And is an important principle in cultures where all individuals are considered unique and valuable members of society. كمان تنسوش الاختلافات في الكالتشر. يعني انا مره بسمع عن مريض او مريضه سعوديه، ومرضى اللي بتحكي اجنبيه، بتقول المريضه مصممه انه البيض يتجه باتجاه معين في هذا. انا الممرضه بتقول انا ما فهمتش، لحد ما اجى حد من اهل المريضه وفهمها انه احنا في لنا اتجاه للقبله، والمراه هاي مش قادره تقوم عشان تصلي، وبالتالي بدها صغيرها يكون مقابل للقبلة حتى إذا هذا تصلي وهي نايم. فالتفهم احتياجات الكالتشرز أو الناس اللي من كالتشر مختلفة مهم جدا، لأنه أنت في بعض الحاجات أنت مش فاهم الكالتشر هذه إيش هذا الإشي، قد يكون يعني إنه تغير اتجاه البد مش إشي كبير، إشي بسيط جدا، بس لما فهمت أنت إنه ليش هي بدها تعمل الكلام هذا بيخليك تستوعب ايش القصة في الموضوع، وتساعد المريضة انه تعمل لها البداية. The autonomous person must be able to determine personal goals. طيب ما هو ال autonomous person بده يبقى عارف ايش اللي بده اياه. لما نيجي بدنا نحكي على الصحة، ولا في عندنا example. For example, the patient with an ankle injury may have a goal to return to athletic play within 2 weeks. إذا كان لعيب كرة والله إشي إنه بده يطيب الأنكل تبع هذا اللي صار فيه سبرين في خلال أسبوعين عشان يرجع يلعب كرة. Or may simply wish to be pain free. طبعا الاختلافات، يعني دائما بقول لك لو واحد لعيب كرة انكسر صباع رجله اللي بشوط فيه الكرة، هذا إشي كبير عنده ومش عارف إيش، بينما واحد طبيعي لو انكسر اصبع رجله ما هو ممكن يحط له سبلنت بسيطة ولا شيء ويجيب جزمة واسعة ويمسك حياته بشيء طبيعي. واحد مثلا بازف على بيانو، لو صار ورم بديش اقول انكسر احد اصابعه ببطل يعزف بيانو، فهذا الاشي بالنسبة له اشي كبير. احنا هنا وايش يعني اصبعك، ايش صار اصبعك ورم ولا شيء. فهنا طبعا الاشي هذا خاص، كل واحد له خصوصيته في الموضوع هذا، فهو يعني لاحظ هنا الجول قد يختلف من إنسان لإنسان.
لعيب الكورة هذا بده يشبع بسرعة عشان بده يرجع يلعب كورة. واحد تاني يقول لك انا مش مشكله، يعني اذا كان موظف والله يقول لك يا اصبر خلينا حاجه بسيطه، خلينا ناخذ السكليف اسبوعين ثلاثه، فخلينا دكتور في المستشفى والله اكتب السكليف بس اديني حاجه مسكن للالم. In either case the patient develops personally chosen goals، اذا المريض هو اللي حدد الهدف الشخصي له، سواء بدي اطيب او بدي ما يكونش عندي الم، او في ناس بيقعدوا بالغضروف سنين بديش يعمل عملية، هذا ريسبكت للتشويس تبعه، هو عامل الجول تبعه، أنا بديش عملية بس بدي مسكنات تخفف علي الوجع. وأكيد أنتم بتعرفوا ناس كتير بهالشكل هذا. So in either case the patient develops personally chosen goals that are consistent with a particular lifestyle. في بلاد برا في أمريكا في مجموعة اسمها جهوفا ويتنس، هذول الناس من معتقداتهم انه حرام عندهم نقل الدم، وبالتالي بتلاقي اول ما يجي المريض على المستشفى لما يعملوا اسسمنت ولا اي شيء بتلاقي فيه سؤال عندك معارضه انه ينتقل لك دم لو احتاج الدم، حتى في الطب امرجنسي انه اذا ولا لا. النقطه الثانيه the autonomous person have the capacity to decide on a plan of action، يعني من ناحية عقلانية يكون competent. وهنا في الإشكالية، هنا بتلاقينا المشكلة إذا المريض كان unconscious ولا كان الطفل ولا كان fetus ولا هذا، مين بده يدافع عن حقه؟ The person must be able to understand the meaning of the choice to be made. وهنا بيجي دورنا، طبعا احنا الحمد لله رب العالمين ما حدش بيدي للمريض التشويسز في العلاج، الاطباء بالذات يعني، الا في حالات نادره. طب انا عندي مثلا سيرجيكال تشويس ولا ميديكال تشويس في الكانسر، في عندنا راديشن وفي كيموثيرابي وفي سيرجر وفي مش عارف ايش، واذا عملت هيك يعني المفروض انه الطبيب يشرح للمريض الخيارات المتعدده، اذا في اكثر من خيارات خيار واحد للعلاج، ويقول له انه هذا الادفانتجز تبعته 1 2 3، الديس ادفانتجز تبعته 1 2 3. وبالتالي الطبيب او اقصد المريض ممكن يشاور الطبيب يقول له انت ايش رايك يا دكتور، ممكن المريض هذا نستنير باراء الفاميلي ممبر تبعته بالذات اذا زوج وزوجه، او اذا المقرر هذا بياثر على حياتهم وهم مع بعض، سواء طبعا في الاول وفي الاخر المفروض رغبة المريض هي اللي تحترم، حتى لو اختار الخيار اللي احنا كبروفيشنالز بنعتقد انه مش هو الصح. اذا the person must be able to understand the meaning of the choice to be made and also deliberate on the various options، انه لازم يكون عنده خيارات او يعني شرح للاذر اوبشنز. احنا قلنا قبل شوي اذا في عده خيارات لازم يكون عنده شرح واضح لجميع الخيارات. While understanding the implication of possible outcomes، وفي نفس الوقت بده يفهم انه ايش بده يترتب الاوتكمز على القرار تبعه هذا، زي ما قلنا قبل شويه انه خيار الف بيدي لك الاوتكمز تبعته، هي الميزات تبعته. مثلا افترضنا واحد بده يعمل عمليه في مثلا طلع له حاجه قريب من عصب، الخيارات اللي عندك ما تعملش علاج ضلك، واذا في الم تاخذ مسكن. الخيار الثاني ندخلك على عمليه بس احنا مش ضامنين العمليه، في احتمال 10% ريسك انه يضرب العصب ممكن تنشل ايدك. الخيار الثالث مش عارف ايش، الخيار الرابع اذا في خيار ثالث ورابع. وبالتالي المريض بده يفهم كل نقطة بنقطتها في الخيارات هذه وهو اللي يختار. When we believe that a patient is not able to comprehend، مش قادر يفهم the meaning of choices، مش قادر يفهم الخيارات هذه أو الـ goals أو الـ outcomes اللي بده يترتب على الخيار تبعه هذا، we say that the person is incompetent to make a decision، بنقول إنه المريض غير مؤهل انه يتخذ قرار، or lacks decision making capacity، او ما عندوش القدره على اتخاذ القرار. طبعا في عده
مجموعات من المرضى بينطبق عليهم كلام زي there are certain groups of patients that are generally thought of as unable to make informed choices زي الأطفال لأقل من 18 سنة بعتبرهم أطفال، طبعا يمكن أطفال أبو 14 15 16 ممكن يكون فاهم، طبعا هنا الفاميلي ممبرز هم اللي بيتخذوا القرار عندهم. الفيتاسز للأسف هذول ما حدش بشاورهم، بالذات في بلاد برا الست ممكن تحمل مش عاجبها الحمل تروح على الدكتور تقول له بدي أنزل، طب حيا حق أنت حرمت هذا الإنسان من الحياة وما احترمتيش حقه في الوجود. And those with mental impairments الناس اللي عندهم مشاكل يعني مش عاقل، خلينا نقول احنا حاجات كتير في ديننا بقول لك من شروطها انه لازم الانسان يكون بالغ وعاقل وحاجات هذه، فاذا كان هذا انسان يعني مغيب unconscious لسبب او لاخر او انه عنده مرض نفسي مش قادر يتخذ قرار، فبصير انا ولي الامر تبعه هو اللي بيتخذ القرار بالنيابة عنه. النقطة الثالثة the autonomous person has the freedom to act upon the choices. أنت من شخص هذا له مطلق الحرية أنه يختار وينفذ الخيار اللي اختاره هو بمطلق الحرية، وما حدش لا يلومه ولا يتكاتل عليه ولا بعد ما إذا حتى إذا كانت الـ outcome أنه مش الـ favorable مش المطلوبة، مش من حقك to blame him انك تلوم هذا الشخص لو انت عملت كذا ولا ما عملتش كذا. In situations where persons are capable in situations where persons are capable of formulating goals سكال ما يقدر يحدد اهدافه understanding various options وفاهم ايش الخيارات المتاحة لهم بال outcomes وال وكيف ننفذ القرارات هذه and making decisions قادر على اتخاذ القرار yet are not free to implement their plans for autonomy is either limited or absent. طب المريض فاهم والمريض عارف والمريض عنده كل حاجة بس ما عندوش المصادر انه يعمل الكلام هذا، يعني افترضنا انه مريض عارف انه الافضل له، نرجع للمريض اللي عنده هرنيات الديسك عارف انه افضل اشي لانه العملية انه نشيل الغضروف هذا، بس هو ما عندوش مصاري ما عندوش تأمين ما عندوش مصاري يروح لطبيب، فصار في عنده انه الاوتونومي تبعه ليميتد او ما فيش، يعني هو عارف بس مش قادر ينفذ زي ما بيقولوا. اوتونومي may be limited in institutions where the means to accomplish autonomously devised plans do not exist. إذا الأوتونومي بصير محدود في الأوقات أو في الظروف when the means أنا معناها الوسائل، الوسائل إن أنا أقدر أوصل للقرار أو للبلان تبعي مش موجودة. افترضنا مريض إنه له إجراء صحي معين، خلينا نقول مريض اختار إنه بده يتعالج بالراديشن والراديشن مش موجود في غزة. طيب أول حاجة ممكن تحد من الخيار تبعه من الأوتونوم تبعته إنه يحصل على تحويلة، هل إنه هذا الناس اللي مقدرين يعدون التحويلة يعطوه ولا لا، فهذه أول عقد. افترضنا أخذ تحويلة قدم تصريح إنه بيدخل لعرض 48 لمستشفيات الداخل أو لمستشفى المطلع أو مستشفى المقاصد الخيرية واليهود رفضوا يعطوا له تصريح، فصار هنا الأوتونومي تبعه مقيد، هو عارف ايش اللي بده اياه وهو مخطط للي بده اياه وهو عمل كل الخطوات اللي بده اياه، بس الريسورسز الوسائل اللي حواليه مش مساعد. كمان an example is seen in the case of an indigent person who has no healthcare insurance. indigent هذا معناها الناس الفقراء، الناس اللي ما عندهم مش مصادر مالية، انه هو عارف وانه ايش اللي في مصلحته ولكنه ما عندهوش تأمين صحي انه يروح على المستشفى او انه يغطي تكاليف العملية تبعته. افترضنا انه العملية هاي بتتعمل في مستشفيات حكومية وبده مستشفى خاص ولا بده يروح طبيب خاص وما عندهوش فلوس انه يعمل او انه ينفذ القرار هذا. This person may choose to have for example a pancreas transplantation
انه افترضنا مريض عنده سكر، وبقول لك انا بدي اعمل بدل ما اخذ كل يوم انجكشن تبعت انسولين بدي اعمل بنكرياس ترانسبلانتيشن، but has no financial means to meet this goals in lieu of insulin injection. in lieu معناها انا بدلا من انه يضل ياخذ ابر انسولين، بس ما عندوش مصاري انه يحصل البنكرياس. طيب حتى لو عنده مصاري يحصل البنكرياس بس ما لقاش بنكرياس بيتطابق الانسجه تبعته مع انسجته، فصار هنا الوسائل غير متاحه. احيانا كثير للاسف احنا وي فايوليت بيشنتس اوتونومي، يعني بنخترق الخصوصيه وقدره المريض على انه يعمل قرار. patients are expected to remain in a bed. لما يجيك على المستشفى بدك المريض يضل عندك قاعد في المستشفى، فانت حديت من حريته. emphasizing the dependency of the patient role. المريض معتمد عليك. طب المريض ما بيقدر يعمل حاجات لحاله، بيقدر يعمل حاجات لحاله. احنا يمكن في العهد تبعنا هذا انه احنا we want to be free independent، عكس يمكن لو جيت الجيل الاكبر، يعني الجيل اللي الحين بالسبعينات والثمانينات كان بحب انه ابنه يعمل له شيء، مرتبنها تعمل لها الشيء. لا احنا الحين الست عمرها 60 و65 سنه بتقول لك يا رب ما تحوجني لحدا. We place patients in room with doors that are seldom closed and ask them to wear bed clothing. احنا بنيجي بنقول له لازم تلبس الجلابيه تبعت المستشفى، والله الزي تبعت المستشفى، ما ينفعش تضلك زي هيك. Workers who are strangers to patients freely enter and leave the patient's room. ناس غرب رايحين جايين، students بتعلموا على المريض، مش عارف ايش بيعمل المريض، يعني مش محترمين البرايفسي تبعت المريض. Regardless of patients' personal habits or knowledge of their own healthcare, they are forced to bathe at certain times. يا بتتحمم الحين يا مش فاضيين لك بعد هيك نحممك. أو eat at certain times بالتايم، الساعة 12 للساعة 1 بيجي في الأكل. طب أنا متعود أتغدى بعد العصر يا جماعة. And take medications at certain times، وكمان خد الوقت. ما هو كمان بدك تيجي تقول ما احنا مش فاضيين، في منه الكلام هذا انه احنا يعني عندنا معاد الدواء مثلا مواعيد محدده، ما بقدر اجي افصل لكل مريض في معاد الدواء تبعه. And are often prohibited from practicing self-care measures that may have been their habits for many years. احيانا ما بقدر المريض يعمل حاجه هو متعود عليها على سنين لانه في وضع صحه معين بيمنعه او مش في صالحه في هاي اللحظة. Patients are expected to follow each plan that is made. إنه المريض إحنا بنقرر لك وإنت بدك تتبع الخطوات هذه. Otherwise they will be labeled difficult or non-compliant. إذا ما سمعش كلامنا وما عملش زي ما بدنا بنقول هذا مريض صعب أو هذا مريض غير ملتزم. في بعض النقط انا معرج عليها بتوضح انه كيف احنا ما بنحترمش الخصوصيه والاوتونومي تبعت المريض. النقطه الاولى ignoring a person as a person، نحن نتجاهل انه هذا بني ادم وبدنا نتعامل معاه كبني ادم. and focusing only on the pathology or test to be performed، نحن المريض اللي له صورة أشعة كذا خدوا على الأشعة، المريض اللي أو الكانسر في البنكرياس، المريضة اللي في بريست كانسر، المش يعني إحنا we label the patients with their diagnosis، يعني إحنا بنديهم diagnosis أو برقم السرير أو برقم الغرفة اللي فيه. يعني هذا المثال أن focusing on the pathology or test to be performed to the exclusion of the person who has a pathology or upon whom the task is to be performed. We hear of the broken leg in room 3234. الرجل مكسورة، المريض اللي رجله مكسورة كذا. احنا هنا بد 1 بد 2 بنمسككم كأنه المريض رقم، بس كأنه في السجن، وفي السجن انتوا عارفين كيف بيعملوا لهم ارقام. Arrogant decision making. احنا الهيلث كير بروفيشنال احنا اللي بنفهم، المريض بيفهمش، المريض مش عارف مصلحه حاله. هيلث كير ديسيجن ميكينج از ا شير ريسبونسابيلتي ان ويتش ماني ممبرز اوف ذا هيلث بروفيشن تيم ويل شير ذا تاسك وذ ا بيشنت اند فاميلي
who may be supporting the patient. إذا يكون في تعاون ما بين الطبيب والممرض والفيزيوثيرابيست الزبيلة والأوكوبيشنال ثيرابيست ومش عارف مين مع المريض والفاميلي تبعته على اتخاذ بعض القرارات المعينة. But we make a clinical decision for the patient. في الغالب احنا اللي بنحدد ايش اللي بدنا نعمل مع المريض، احنا اللي بنوصف المريض، احنا اللي بدنا نحدد وقت ايش ياكل، وقت ايش يشرب، وقت ايش مش عارف. Sometimes the decisions themselves are not disrespectful. Decision صحيح انه مش انه ما ببينش عدم احترام للمريض، but the way in which they are made and the assumptions of the decision makers about his or her authority to make the choices is involved. انه ماشي انه احنا عاملين قرار انه المريض مش قادر يعمل قرار، فهذا نوع من انواع الديسريسبكت، بغض النظر انه ممكن يكون اللي انا بقترحه هو الافضل للمريض، بس اني انا يعني زي ما نقول انه تعدينا او افترضنا انه المريض مش قادر ياخذ ديسيجن، قد يكون في نوع من الديسريسبكت. النقطة الثانية اللي هو humiliating others، وهذا ما بتيجي ما بين البروفيشنز، الأطباء النافخين حالهم وعاملين حالهم هم اللي بيفهموا، التمريض بيفهمش، لا التمريض بيفهم وتبع الفيزيوثيرابي بيفهم. So some members of the health team will be thought of as superiors، نحن اللي فوق والناس كلهم هذولا هم السبوردينيتس إلنا. وبالتالي nurses have خلينا أشوف أنا هادين اللي قلنا النيرسز هم تراديشنال سبورترز. قصة إنه الدكتور هو الكابتن تبع السفينة في الوضع تبعنا هذا راحت صارت موضة قديم إنه هو اللي بيفهم وبقيت لا لا، في كل الناس بقيت التريد بروفيشنالز كلهم بيفهموا، كل واحد عنده سكيلز تبع الراديشن تبع الفيزيوثيرابي تبع الاوكيبيشنال ثيرابي. الفارماسيست ممكن بفهم عن السايد افكتس وليش هذا الدواء ممكن يفيد المريض، عشان هيك في حاجه ممكن تسمع عنها الايام كلينيكال فارماكولوجيست بيبقى يفوق مع الراوند تبعهم وينصح للطبيب انه هذا الدواء له ادفانتجز عن دواء اخر. The nurse is increasingly seen as a profession. كمان احنا الطبيب بيعرف يدي انجكشن زيك ولا يركب كانولا زيك، لا كل واحد له الريسبونسابيلتيز تبعته. Thus the concepts of the collaboration or collaborative interdisciplinary team exercising open communication and mutual respect is the ideal perception. المفروض يكون في تعاون في تناغم ما بين افراد الفريق الواحد عشان مصلحه الجميع. Likewise, within the health profession, there will be exist authority relationship that create moral problems for respect. أحيانا طبعا هو ال in charge nurse له بعض الأوثوريتي، وهنا ما بدهاش نختلط فيها إنه يعني فيها تعدي على الأوتونومي تبع النيرسز اللي عندي. ما هو زي ما في خيارات حقوق في واجبات، طالما أنت بتأدي الحقوق تبعتك أنت بتأخذ الواجبات تبعتك، في احترام ما بين الجهتين. The director of nursing does have legitimate authority، له سلطة يعني حسب وضعه بحسب الوضع الوظيفي over the nurses on the staff على بقية التمريض. The nursing supervisor has the authority over various nursing personnel، فهو له بعض الأوثوريتي على التمريض. The issues here is not over the legitimacy of this authority، it is over the way in which the authority is exercised. طبعا خلينا نجيب مثال بسيط، يعني اذا ممرض حابب مثلا ياخذ اوف يوم الثلاث وهذا ما فيش عنده مشكله، ارجع اقول له انا علشان انا عندي اوثوريتي انه ايش اسوء يوم عنده في الجمعه، انه انا عارف انه هذا يجوزها بقعد يوم الثلاث وببقى مشغول يوم الاحد من الصبح بشتغل دبل شيفت، بروح الساعه 10 بالليل اقول لها لا بدي اياك تشتغل الثلاث بدي اديك الاحد. طب لا يعني نوع من الاحترام، يعني طالما انه ما بيتعارضش مع واجبات الممرض هذا، لا لازم يكون نوع من الاحترام ما بين الجميع. It can be used to build up or to tear down on who is the subordinate position. يعني الموضوع فيش فيه فوقية يا جماعة، الموضوع كل ما كان فيه روح الأخوة روح التعاون روح الإشي المركب بتصير وبتصير أحلى شكل.
ده النقطتين أخيرتين أو سلايدتين اللي بنحكي عنهم، اللي هو الباترناليزم، الأبوية، إنه إحنا بنتعامل مع الناس إنه إحنا بنفهم وإحنا بنعمل هيك عشان مصلحتك، وهذا كثير إحنا بنسمعه سواء من أطباء أو من مرضى. إيش معناتها paternalism؟ acting in what one judge to be the best interest of someone else. نحن بنتصرف إنه هذا اللي أنا بعمله هو الأفضل إله. إحنا كآباء وأمهات إحنا بنقول أنا أبوك بفهم وبعمل لمصلحتك، لما بدي اياك تعمل الاشي هذا ضد رغبتك او انت مش حابه، انا عارف ايش مصلحتك انه في هذا الاشي. لما انت مثلا احيانا بعض الناس بتدخلوا انهم بيختاروا تخصص، ابنه خلص توجيه بده يتخصص، بده انا عارف مصلحتك تروح على التمريض احسن من ما تروح على كلية تربية اداب ولا اداب جغرافيا. تالي احنا override دير اوتونومي، احنا بنتعدى على الخصوصيه تبعته وبنلغي الاوتونومي تبعته. طبعا المعنى ما عارف ان اواي ذات اوفررايدز يعني بتلغي اور ليميتس ذا اكسرسايز اوف دير اوتونومي، بتلغي او بتحد من الاوتونومي تبعت الشخص الاخر، وهذا اللي قلنا بنسميه باترناليزم. ما هي نفس الشيء باترناليزم؟ Paternalism involves limiting a person's exercise of autonomy for his or her own sake. نفس المعنى، انه انا بألغي قدرته على اتخاذ القرار عشان مصلحته. يمكن هذا يكون acceptable في بعض حالات انه المريض incompetent، بعض المريض mentally ill او الطفل او fetus، بس كمان مرة مش انا كهيلث كير بروفيشنال اللي بتصرف في الباترناليزم، لا، الناس الوصيين عليه سواء ابوه او امه. Professionals sometimes make the dangerous assumption that they are uniquely qualified to make healthcare decisions by virtue of their professional knowledge. بعض يعني احنا كبروفيشنالز نفترض انه احنا qualified، صحيح احنا qualified، احنا عندنا العلم، بما انه by virtue of بفضل او بواسطة انه احنا عندنا professional knowledge. And further, that professional knowledge is the only knowledge needed to make decisions for a patient. For patients. طبعا بناء على هذا القرار احنا ممكن نقول هذا هو الاحسن، هذا اللي بدنا نعمل لك اياه. لا، احيانا بتكون بعض العوامل الاخرى ممكن احنا تكون خفيه علينا، انه المريض ممكن يفضل خيار عن اخر. This kind of thinking allows us to ignore multiple factors that might be unrelated to physical outcomes yet affect the whole person. بعض مثلا في حاله في هذه الحالات ممكن احنا نتجاهل عوامل اخرى ما تكونش لها علاقه بالفيزيكال اوتكمز، بالمخرجات اللي احنا بنطلع عليها، ولكن قد تكون للمريض تعني الاشي الكثير. These factors include among others economic consideration. طب ما احنا افضل خيار للمريض انه يعمل عمليه، طب ما هوش مصاري، أو بتأثر على اللايف ستايل. طب ما هو ممكن هذا يصير ولو 1% إنه مريض مثلا خلينا نقول من عمل عملية في المتانة تبعته، إنه يصير عنده يبول على حاله أو يصير عنده سلس بول، وبقول لك لا، صلاتي أهم من كل شيء، بدي أضلني بالوجع هذا وبديش أعمل عملية. أو تأثر على قيمه أو على الرول تبعه أو على الكلتشر، أو في بعض العوامل اللي علاقة بالكلتشر أو سبيريتشوال بليفز أو ريليجيوس بليف. فكل الحاجات هذه اللي بعرفها بشكل كامل مش انا كبروفيشنال، لا، المريض والفاميلي تبعته. زي ارجع اقول قصه الجماعه هذول اللي بدهمش ينتقل لهم دم، هذا يعني في بعض الحالات اللي بوصل ممكن المريض يفضل انه يموت ما ينتقلوش دم. طبعا هذا له الحريه انه ما ينتقلوش دم او تعمل له العمليه المعينه او ما شابه. In making decisions, all possible factors must be taken into consideration. إذا لما يتم اتخاذ قرار بده يكون بالشراكة ما بين الـ healthcare professional، ما بين المريض نفسه أو المريض إذا مش قادر، الـ family members تبعته. This dictates that the patient must be autonomously engaged in the decision making process. هذا بيحتم أنه لازم المريض يكون الأهم أو العنصر الأهم
في اتخاذ القرار بأي حاجة بتعود على الصحة تبعته، ولازم احنا كمان نحترم القرار تبعه، احنا ننصحه ملناش نجبره. نوقف هنا ان شاء الله، وإلى اللقاء في محاضرة جديدة، والسلام عليكم.